دلوقتي هسيبكم مع تقرير البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات، ونرجع لحضرتكم. كأن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب الخروج عن النص من جديد للكاتب الدكتور محمد طه. يناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية وضرورة وقوف الإنسان مع نفسه لتحديد اختياراته. لم تخلو القائمة من أدب الجريمة، فجاءت في المركز الثاني رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، التي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قام بارتكابها 5 أشخاص في حي الزمالك. المركز الثالث احتله كتاب 4 محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربعة كتاب هم الكاتبة مروة سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر مواجهة صادقة مع النفس. تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية الحب والصمت للكاتبة عنايات الزيات، وتعتبر الرواية الوحيدة التي كتبتها الكاتبة قبل انتحارها، وتحولت لعمل سينمائي بعد ذلك يحمل نفس الاسم.